السلام عليكم. اليوم نروحوا لولاية تاع بشار لنقف على اولى الكيلومترات من الخط تاع السكك الحديديه اللي سوف يربط مدينه بشار ب يعني مناجم غار جبيلات جنوب تندوف على امتداد 950 كيلومتر. وهذا الخط اللي راه منقسم على ثلاث اقسام. القسم الاول بين مدينه بشار في ولاية بشار إلى الحدود ولاية تندوف على امتداد 200 كيلومتر على مستوى بلدية العبادلة. إذن اليوم أنا نوري لكم أولى الخطوات أولى الصور نتاع هذا الخط المنجمي الاستراتيجي اللي سوف يدخل في إطار التهيئة والتطوير وتنمية المناطق الجنوبية الغربية من الوطن بعدة مشاريع هامة في ميدان الحديد والصلب ومناجم أخرى كالفحم الحجري، وإن شاء الله مزيد من تقدم لهذا الوطن العزيز. أترككم تتابعون هذه الصور الأولى من أولى الكيلومترات في هذا المشروع الضخم، والسلام عليكم. هادو راهي لي بوزيوني تكون غادي جاي باش يحطو